أعطيني إلا تاجي تسمعه شعر ويعطيك الباقي. قال والله كاذب الناصر إذا أعطيته ذيك الحزة ما له شيء عندي. فقال سلام يا قصر بني في بندر السويس. وهذا يعني الشخح نبه لي مشيد أركانه وأسس مدمكه أسيس مبني على حجر ومن سطوحه يستنعرت ما المدافع. يا سيدي ما ناح داب البازل الأسيس متهمل في لودي يا حامي بكور العيس كالرعد لا هدر ما تقبضوا 2000 من زيدي وشافعي. يا سيدي أنا جيتك مشتكي يا سيدي الرئيس وشكوتي بن ناصري رخص بلا ترخيص سوابنا الغجر أثر رجل لفعي ودجال ملافعي. والله ما كنت تعرفه أو كنت أبو خصيص أثر مزيف للعرب ومجنس تجنيس بل جهف والهتر والله النجيه في احتياج للملافعي. بالله يا شيخ مهدلي لا تأخذوا جليس ولا يقارب دارتك لأن الرجل خسيس ما يدخل الحجر طق على فقاحك طقان المرافعي. بالله يا شيخ مهدلي للبال لي نفيس لعد تخلي الناصري في جانبك يهيس يعرضك للخطر يقول قال الشيخ كافعي. يا ليت وان الناصري يصدم بمرسديس على تربط فرمله والدهس ودهيس ويضيع في الكفر ينقف له من تقف عينا قاف عي والمر شاحن نازل ب400 كيس و400 صندوق فاكهه من الخميس و400 خضر والمر